وفي متغيرات الحركة الاقتصادية، وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل دائرة المنتجات النفطية لتزويد جميع عجلات الوافدين من السياح العرب والأجانب بالبنزين في جميع المحطات ابتداء من الخميس. ويشمل التوزيع أيضا السياح العراقيين الوافدين إلى نينوى من بقية المحافظات، وذلك نتيجة لمنع سائح من المملكة العربية السعودية متواجد في مدينة الموصل من التزود بالبنزين في محطات الوقود لأنه لا يمتلك بطاقة وقودية. ودعا السائح السعودي السلطات المحلية في نينوى إلى تسهيل إجراءات منح البنزين في المحطات للسواح الأجانب والعرب وقبل ذلك لسكان الموصل. رسالة أحب أوجهها إلى الحكومة المحلية في الموصل بعد يعني الموقف اللي صار، وهذا الشيء ما يعكس عن كرم وطيبة أهل الموصل، شهادتنا فيهم مجروحة للأمانة، ولكن رسالة حاب أوصلها إن لما يكون السائح الأجنبي أو السائح السعودي والخليجي وغير ذلك لما يجيب سيارته الخاصة يبي يحصل له محطة بنزين يعبي منها، فهنا يلقى الرفض بسبب بطاقة وهو يجهلها، معنى البطاقات معنى الكرتات هذه فيجهلها. أنا اليوم متواجد في الموصل فراح أستمر في الموصل، من وين أعبي بنزين وين أجهل هذا الكرت أو من وين أطلع هذا الكرت؟ هذه أول نقطة. حتى لو كنت مرور الكرام مثل راح أطلع دهوك أو سليمانية أو غيرها، من وين أعبي بنزين؟ من وين الكرت؟ فصعبة. فكان المفروض يكون للسائح الأجنبي مهما كان معاملة خاصة. اليوم سيارتي سعودية زي السعودي وبشكل سعودي، المفروض كان استقبل باستقبال طيب على الاقل. هذه اول رساله. الرساله الثانيه ممكن تكون يعني يشوفونها ويتداركونا، الان حتى الشباب اهل الموصل لما الواحد يشتري له سياره جديده يقول لك والله انا عاني ما معي بطاقه وما معي كرت، فمعناها نفس المشكله مستمره. انا اتمنى من الحكومه المحليه انها تتدارك هذا الوضع وتشوف حل انسب، خاصه اولا لاهل الموصل اللي يحتاجون هذه البطاقات او هذه الكروت، وخاصه انتم الان في الموصل ترسلون رساله طيبه، رساله حب وسلام، وتقولون مدى السياح هذه موصلكم وهذه ديرتكم وهذه بلدكم، فلا بد يكون لهم استثناءات. لان اشوف اليوم يعني انا قلت بالامس صدمه عمر، ولكن هذا لا تعكس صوره اهل الموصل. الموصل الكرم، موصل الحب، موصل السلام. انا اتعامل جدا يعني، وهذه المره الثانيه اجي على التوالي للموصل، اهل الموصل من كل قلب شكرا لكم على كل ما قدمتوه لي شخصيا او لجميع السواح، دائما انتم رقم واحد.